السلام عليكم، خالد معكم. ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. الحاجه الاولى نبدا بها هذا الفيديو، حنقول لكم اعتذر عن يوم امس البارح الحد، ما قدرتش ندير اللايف باسكو كنت نقلت حتى ولايه بجايه، بالضبط سوق الاثنين عند مشتله عم احمد وشان، مشتله رائعه جدا بين قوسين، خاطش كانت صبت الشتاء والكونيكسيون راحت، ولهذا ما قدرتش ندير. رغم هذا لا يمنع أني نتشارك معكم بعض المقتنيات والمشتريات التي اقتنيتها واشتريتها هذه الأيام الماضية. بداية نبدأ بهذه النبتة الجميلة جدا، رائعة جدا، هدية ستون بيغونيا سولي ميتاتا، رائعة جدا، شابة بزاف، جيش القطيفة، شابة رائعة جدا. هذه جبناها مع خونا اسلام، حلويه بوفاريك، ربي يجازيه اسلام، حلويه بوفاريك نفس الشيء جبنا من عنده دائما بيغونيا ماكولاتا، ولا كايليز قالها بيغونيا بومبو تانيت، هذه هديه من عنده، ربي يجازيه اسلام، الله يرضى عليك خونا اسلام، نفس الشيء عليك. شابة بزاف. وجبنا من عنده أيضا من مارونتا، والله كاليز قالي كالاتيا، شابة رائعة جدا، هنا دايرة بالخضر لي نيرفير تاعها جايين شغل خضر فاتح، ولا تقدر تقول شو جور صفر، الورقة تاعها ملتح دي جور فيولي، شابة بزاف، رائعة جدا. هذا منتوج محلي باش تكون على بالكم. هادو الأربعة اللي وريتهم لكم كلها جبناها من عند خونا إسلام بوفاريك حلوية، ربي يجازيك، نقول لك خونا بسم الله. نوريهم لكم دركا، هما اللي جبناهم عند خونا أحمد أوشان، ربي يحفظهم، سوق التنين بجاية. بداية نبداو بهذه البيغونيا الرائعة جدا، بيغونيا ريكس، رائعة جدا. شوف الأوراق تاعها كي تكون شوية كبار، وشوفوا اللي هنا كي تكون شوية صغيرة، شوفوا ملتح، رائعة جدا جدا جدا. شوف اللون تاعها، هذه اسمها بيغونيا ريكس عند خونا أحمد، منتوج محلية بسم الله. نقعدوا أيضا في البيغونيا، هذه نقدر نقول لكم ما لقيتهاش غير عند احمد، عند عمي احمد، هذه يسموها بيغونيا اسكارغو، على جل الورقه تاعها شوفوا كيفاش دايره، شابه رائعه هايله. خلينا انا باسكو شغل ديتها ما كانوش عنده بزاف، ان شاء الله تصدق لنا برك. هذا واش نقولوا، هذا نوع من انواع البيغون، والبيغونيا انواع كثيره جدا، بزاف 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 بزاف، ما تيماجينيوش. عندنا ايضا جبنا من عنده هدية الجميلة كالاتيا، نوع من انواع الكالاتيا، شابة كالاتيا ولا مارونتا، اسامي يعني عديدة جدا، هما قاعد يدخلوا في عائلة لي مارونتاسي، شابة بزاف 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 هايلة، دائما من عند عمي احمد نفس الشيء، كراتية شابة بزاف هايلة عند عمي احمد دائما. واش تنت نوري لكم، نفس الشيء، هادية هادي ستون فيلو دوندرون كوبرا، جاية باناشي، شابة، ان فيلو دوندرون كوبرا باناشي فيغي قطا، شابة بزاف، نفس الشيء، عند خونا احمد ربي يجازيه بارك الله فيه.
من عند عم احمد ايضا ماغونتا لوكونورا فاسيناتور شب بزب زب زف رائع جدا. شب بزف دائما عند عم احمد ربي جازيه. هذا ايضا نوع من انواع الكالاتيا ماجيك ستار شب بزاف. شوفوا يعني من تحت الورقة تاعها كيفاش اللون تاعها، وشوفوا من فوق هي جرة خضراء شب بزاف رائعة هايلة. ايضا انفيلو فاريغاتا شب بزاف رائع كبرى، وهذه نقدر نقول لكم من النوادر من النوادر. نعم اللي يعرفوا القيمة اللي يعرفوا واش حبيت نقول، هما اللي يفهموا واش حنقول. شابة بزاف واللي كنت نحوس عليها هذه مدة لو بوتوس ارجنتي قليل وين تلقاه، قليل بزاف 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 عند احمد اوشان عنده ما شاء الله. حوست عليه كم من مدة حتى ما لقيته عند اخونا احمد ربي يجازيه. اما الحاجة والله النبتة اللي خلتني ما ندمت اني رحت لسوق التنينة رغم البعد رغم ان الشتاء كما قولوا بين قوسين كانت خيط مسمى، هي المونستيرا ديليسيوزا باناشي فاريغاتا رائعة جدا رائعة جدا جدا جدا. هذه ما ندمتش عليها والحمد لله اللي رحت عند خونا احمد وش من القوة ما صدقتش باللي صح نلقاها عنده. جبت ثلاثة خليكم تتمتعوا شوية رائعة جدا. هذه الحاجة اللي نقدر نقول لكم باللي كانت المفاجأة اللي ما كنتش نستناها. شابة بزاف بزاف بزاف، ماشي غير قضية شابة بل نادرة جدا حتى في أوروبا حتى في أمريكا باش تلقى يعني حبة كيما هذه يحب لك، ولا لقيتها عندك ما تخلص. ولهذا من هذا المقام نقول لأخونا إسلام تحلوية ربي يجازيك أخي إسلام وبون كونتينياسيون يعني المستقبل إن شاء الله زاهر. عمي أحمد نقول لك الله يرضى عليك وربي يجازيك، وأي واحد يحب حاجة نادرة ما عليه غير يروح لسوق التنين عند خونا أحمد وشان. وبارك الله فيكم ونتلقوا إن شاء الله في فيديو إن شاء الله لاحق بإذن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.